السلام عليكم، صباح الخير، مساء الخير، باقي نص ساعة وصير صباح. نومي رسميا خرب، فيحتاج ان تعديل نوم، ونبدأ ان شاء الله من بكرة، مو من بكرة، من ذا الحين ما في نوم لين بكرة الليل. يا انا يا النوم، ابشر بسعادتكم، ابشر بسعادتكم. فأنا اليوم بالنسبة لي شيء مميز، قولوا ليه؟ لان ان شاء الله بقابل مصور حلو، وبنصور الباند حقي، ابشركم. نعم ان شاء الله كم يوم وينزل باذن الله في الموقع وتزيل الامور، بس يبغى لنا بس كم صوره كذا مرتبه ما انتك كذا، وان شاء الله نبدا نعرضه في الموقع. بس والله بغيت اتكلم زياده بس قلت مو وقت. مرحبتين يا اعظم مصور، مرحبتين. ايش بك؟ وش والله يعني حقت بيت كمان عرفت؟ لا لا، العمر مو مقياس، العمر مجرد رقم ترى. لو تلاحظ حقت بيت ذي يا ولد، ها حقت بيت، عرفت؟ لقيتك تمشي كذا في بيتكم شقتك. ها كيف؟ ها شنو صار بعده؟ لا لا لا، الامور طيبه. شي؟ لا 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 ما في شيء، لا لا بس كلامك. يلا 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 اللي بعده. اولا حياك الله في شقتي البسيطه. الله الشيء الثاني، انت من افضل المصورين صراحه اللي عرفتهم واللي موجودين في الرياض. في ناس افضل. لا انت من الناس الافضل يا حبيبي. هذه النقطه. النقطه الثانيه، علمني عن تجربتك في مجال التصوير بشكل عام. اعطيك نبذه كامله. اعطني نبذه كامله اللي ما يعرف. انا تقريبا بديت من 2017، بدايه هوايه صراحه، يعني هو بدايه اني بزنس زي كذا. من 2017 الى 2020 تحديدا، زين بديت اشتغل بزنس. اول شيء اشتغلت فيه الموديلنج. حلو. ايه اللي هو تصور ناس. ايوه اصور براندات ناس زي كذا. اشتغلت فيها سنه ونص، وصراحه يعني كانت الاسعار مي بمره عاليه، متوسطه يعني، بدايه طبيعيه جدا. المهم بعد فتره بديت ارقي نفسي الى المنتجات. صرت تصور المنتجات. ايه هاي كواليتي بالتصوير. قبل ما تدخل في مسألة المنتجات وتكملنا قصتك الحين، هل مجال التصوير فيه الحقيقة متوسط الدخل اللي قاعدين نشوفه؟ المصورين كثار. طيب انا بعطيك متوسط الدخل الشهري، وبعطيك متوسط الدخل حق الجلسة الواحدة. حلو. طيب الشهري، يعني فيه عندك يعني من 6 توصل 15 10 15 ألف. ايه 10. هذا شغلك فري برا شغلك، زين يا ساتر ما شاء الله. الجلسة كم؟ 1500 2000. وفي ناس تدفع. ايه وفي جلسات توصل 5000 6000. ما شاء الله. يعني تجيب لك تقريبا، يعني تقفل تقريبا راس مالك اللي هو في الاغراض تقفلها تقريبا 6 شهور زيادة بعد. وتشتري. ايه في موضوع المنتجات. ايه المنتجات طويل العمر على حسب الاشياء تسويها، المود بورد، الخلفيات. وش مود بورد؟ المود بورد طويل العمر انت يا مشعل كلاينت او عميل تجيني تقول نايف ابغى اسوي هويه او هويه تصوير للمحل حقي. اوه انا اعطيك، تعرفت الانستغرام يسمونه جريد. ايه صور، انا اعطيك صور، هذه تسمى مود بورد على حسب الهويه انت فيها، مطعم، قهوه، براند عطور، هذه زين. حلو. على حسب الجوده اللي تقدمها للعميل وعلى حسب الافكار اللي تسويها بالصوره العملاء يجون لك اكثر. اذا كانت والله افكارك جباره وخارج الصندوق وكريتيف بزياده الناس بتحبك بتجيك. يعني هي بالاول بالاخير على شغلك وعلى. أيوة. طريقه التفكير. ايوه سلام. فهذا بالنسبه للصور. طبعا الفيديو الكوست غير، الاسعار فلكيه. اذا كان معك تيم او لحالك يعني لا، خلينا نتكلم عن حالك. الحالك يعني الفيديو اذا بتسوي سيناريو، بتخرج، بتسوي كلر، تبي تسوي اذا كل شيء تبي تسوي انت عليك بيكون سعره مرتفع دائم. يعني كم توصل تقريبا؟ يعني انت للشخص الواحد لما انا اسوي فيديو 3000 4000.
4000 ريال على فيديو. اي فيديو مدته يعني 3 دقائق دقيقتين يعني تصوره وتمنتجه. اي وعدله واسوي سيناريو كامل واكتبه. هذا تقريبا سعره في السوق على 3000 4000. طيب هذا الفري اللي شخص الواحد. حلو. طيب طيب وش الانسب من ناحيه الدخل، هل الفيديو او التصوير؟ والله كلها كويسه صدق، بس الفيديو اكثر، بس انه متعب. ايه عشان كذا هو اغلى. ايوه عشان كذا. طيب يعني يكلف تقريبا قلنا 4000 ريال. ايوه زي كذا. هذا طبعا فري. اما الشركات اللي نشوفها اعلانات ام بي سي وذولي، عرفت الاعلانات القويه. ايه ما ودي اصدمك بس حقيقه، وهذه انا شاهد عليها، توصل 80000 100000. 80000 و100000 اعلانات. اعلان يعني فيه. طيب وش يكلف نفس الفكرة الاول، تصوير ومونتاج؟ فيديو كامل، فيه مخرج، فيه تيم كامل، تيم ناس. اوه فيه. هذا على مجال تيم كامل. ايوه اضاءات زي كذا، هذا كلف 80000 90000 100000 وانت مغمض. بس هذا حق شركات. أيوة يعني احنا اعطيك الكوست، طبعا اعطيك فكره كامله عن اللي يصير. طيب قلنا التصوير يدخل لك تقريبا يوصل ل 15000 في الشهر. طيب تشتغل يعني باستمرار، باستمرار وتسلم باستمرار، هو على حسب الاوردر. أيوة. اللي عارفينه. طيب الفيديو هل يجيب لك اكثر؟ الفيديو يجيب اكثر او انه يجيب اقل لانه ما في عملاء اكثر؟ شوف على حسب العميل، في عميل يجيك والله يدفع ما عنده مشكله بس تعطيه نتيجه. في صح. عميل طيب اقول لك في ناس يدفع وفي ناس ما يدفع، فانت اذا كان في شخص يدفع يعني مو كاستغلال بس انت تعطيه شغل واو وتاخذ. طيب خلينا نتكلم في موضوع الكاميرات، الكاميرا اللي معك واضاءاتك وكل اللي شريتها كم العده كامله كم كلفتك؟ الى يعني 30 30000. ايه؟ من كاميرا اضاءات كل شيء وتزود طبعا، طبيعي انها بتزود، بس اكيد ان رجعت راس المال من زمان. اكيد ما شاء الله، الله يزيدك ان شاء الله يوفقك يا حبيبي. جزاك الله خير. السلام عليكم. في تكسير روس في التيك توك، تعالوا بفتح بث. السلام عليكم أبتين. طبعا العيال وضعكم يا شباب، اول شيء مرحبا الف. هلا والله. هلا والله. جيتكم يا الربع مو نفس الجيه الاخير، ايش فيكم كذا؟ انا والله ايش فيك ايش فيك ايش فيك؟ صح صح يا عيال، صح 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 صح. ايش فيكم يا عيال؟ انت من قبل ايش تقولوا؟ ذيب ورجول حمار، الحين شبنا حمار ورجول ذيب، يعني فوق ان الجو. دقيقة أنت دقيقة. الوضع أعتقد الوضع يحتاج لقهوة، وضعكم كذا مو بعاجبني مرة يا عيال. كولد برو من دانكن، بس واحد منكم يروح شاي آيس تي. أبو مرعي أنا من برايح. إيه شباب كولد برو بارد، بس واحد منكم بيروح خبرون يعني. خلاص صرتوا أخوان يعني، الشقة شقتكم، أروح أجيب لكم. نسوي قرعة، مين بيروح؟ واحد منكم اكيد. انا شوف لا اكيد مو ضميع، انا في موي عندي موي الشقه. طيب اللي يجيبها يروح. اللي يجيبها دقيقه. الشروط وش الشروط؟ اللي يجيبها ما يروح. اللي يجيبها ما يروح. جاهزين؟ راضين؟ حتى بدخل معكم، مع انه والله اني صدق تعبان الربع، بس والله بدخل معكم. خلاص انزل بس. طيب السلام عليكم اعزائي المشاهدين، معكم اللي يجيبها يختار اللي يروح. يا سلام. طيب يلا ما يمدي. هذا ما راح يختار، هذا الشكل اللي يروح. بسرعه 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 يعني عندي وجه. خلاص خلاص خلاص. يا اخوان الحافه يقطع حظك، يقطع حظك. قال يذكاري ومتعود ابليس. تعرف حارس افريقيا اللي كان حاط اللفه ذيك؟ لا لا انا ما اتقبل الطرق الطويله والله ما اقدر. ابو مرعي اختار. ابو سروق. شوف اسمعني وما خليه تروح. هذا مسوي اسمه، هذا مسوي اسمه. خلنا بيقرا كتاب. يقرا ما ايه. قل هو هو قل هو قل هو هو قل هو هو. اسمعني اسمعني شوف. يعني تذكر يوم ضحكتك في يوم 90؟ ضحكتني ما ضحكتني. انا بختار الحين. جميل. تعال. احسنت فعلوني، واذا اسات جميل فايش اذا طولت. سمع طول عمر. لو يطول بمكانه بعيد عني وما يجلس هنا. انطلق ترى بتروح. اي شوف مرحبا. تبي اصور؟ خذ. تبي جوالي؟ ايوه والله.
اول شيء يا ربع الامانه قلها وهو انت حبه الخال يا بثين الرئيسي هو يروح هو يروح هو يروح هو يروح هو يروح هل الذبه تستاهل انك تروح يروح هو يروح الذبه قلت كذب عليه الذبه والله ذبيت اعتذر 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 حبها راسي ولد حبها راسي لا هي فيها اهانه شوف انا بتروح خلاص بتروح اروح والله ايه نموت لكن ما تموت كلامه هذا مني الاتفاق اني اروح بس مو بالاتفاق اني اجيبكم تعال اسمع ميديوم ساده خلاص ميديوم ساده ابو نايف كولد بو حجم كبير الكل والله وجهك فيها يلا هذا خاتمه بس توكل الله و اي والله خير لك يا محمد جيب لي كم لا 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 تا 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 ما توصل زبن زبن اقسم بالله العظيم تعال 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 ابشر بسعادتك ابشر بسعادتك ابشر بسعادتك ابشر بسعادتك هيا هذا العيب اموت سوا ونعيش سوا وابشر بسعادتك عشان اقاوم هو بعشان سم بتجيب لي بتجيب معي ابو نايف ابو نايف ابو نايف ما تهرب اركب اركب انت بتحاسب طيب واحد انا حاسب اوه يعني المساله مساله ماديه يعني ما مساله لا قوة. لا بحاسب ما عندي مشكله بس ما يكون فيها في كل مره ومره اقسم بالله انها فيها ظلم والظلم ما يضاب ايش امنيتك في الحياه؟ السلام عليكم ويشهد الله اني مشتاق لكم جدا 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 جدا. الله يصبحكم بالخير جميعا. توي والله اني صحت متوجهين ان شاء الله باذن الله. بنعلمكم متوجهين فين بعدين ان شاء الله. المهم الله يسعد صباحكم والله يجعلكم مستمتعين في جميع اوقاتكم. لا تنسون تشغلون التنبيهات. وابشروا والله بالجديد الفخم الجديد النادر الجديد اللي بيونسكم يونسنا ان شاء الله ارحبوا ارحبوا يا رجال ارحبوا مرحبا نل يلا يا اخوي طفك الشاب يلا حيهم ارحبوا يا جبال ارحبوا يلا حيهم هلا وسهلا عاش والله من شاف مواعيدك مضروبه انت السماء ترحب والارض ترحب ومحمد يرحب مرحبا هيل عد السيد يا مرحبا والله مسهلا الله يحييكم يا مرحبا يا مرحبا يا هلا وسهلا بسام ابن عشر العصيمي وحمد الجنوي القحطاني الله سبعة انعام مرحبا مسهلا ايش ابو عشق ربع ساعة على كيفك ربع ساعة اسف اسف والله اسف ايش يصور حط الماء فوق بسام حط الماء هنا ليش فوق بعدين جاب لكم هدايا يا دقيقة وين؟ جاب لكم هدايا يا خلت من يومنا في البرنامج وانت كل ما طلعت تجيب هدايا معك والله اني انا حالف اني انا ما اقصر معكم بشيء الله يعني. يبيض وجهك وانتم تستاهلون اكثر تستاهل الطيب بس اعذروني على القصور يا لا والله سم عليك ابو جابر جابر سم توقع له جابر خذ هديتك هذه هديتي انا هذه محمد هديتك الله انت بيض الله وجهك لا ولد وين هبطه ما جاء لا انت ابو عشق يا رجل السنابه اطول السناب طبعا الربع جايين ويحسبون ما في برد اقسم بالله تجحفل ابشروا بالعوض ابشروا بالعوض لا لا موجه قطبيه زعيمه بس بالله كيف المكان تكش اللي قدامه كيف المكان والله مكان عالمي الله يسعدك الله يسعدك والله بالسعد ان شاء الله بعد الفجر نروح نتقضى ونشتري اكواس ونشتري مجاير وجايم مره مكان حلو ما في برد ها والله مره مكان ما زين الله يسعدك الله 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 ينعم بس ترى والله ما هو ذاك البرد اصلا اي مره ما في برد مره اشرب شاي اشرب شاي عشان تدفى اشرب شاي عشان تدفى بالعافيه يقول لي قلب طيب خيمت فيه الظروف ضحيت بالحاضر وفي مستقبلي والحب للشجعان ما هو للضعوف أنا محب للمكان المعتلي ومجاهد الأشواق ذنب وحرق جوف من ليلة البارح وصدري ممتلي ضحيت وعطيتك ولكن ما تشوف وقد قلت لك مالك شبيه
ولا حلي خليتني ما تدرين قلبي عيوب حرام ما تبع واحد ما هو بالله كيف ابو عشق والله جنة الله فرضه ما شاء الله تبارك الله ايش رايك ما يحتاج المنظر اكثر عن الراي ابو محمد انا في القناه يا عبدو هذا كذا انت وانت تصوره مع الطبيعه مثل الهيل اللي يجي يقرص اسالك دقيقه اصبر لا طالع طالع وراك طالع وراك بغض شوف الاجواء اللي ورانا اصبر يوم ابو عشق يعني مع الاجواء الجميله هذه ولا والمناظر الخلافه خلائين اشهد انا في يعني بث اليوم باذن الله في بث ان شاء الله اسطوري بس شوي خلنا نفطر ناكل شيء كذا زين الامور عرفت يا اخي المنظر اللي هنا فنان اي بس المنظر اللي صار ماشي وين كذا يعني المنظر هاي وهذا وين هذا وين هذا اخس من الاول والله يوفق يلا يلا تروح لا 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 انا اللي راجع السلام عليكم ترقبوا الفلوك في حساب بسام بن عشق والله يا كوفي ابو عشق شكرا شكرا بيض الله وجهك على الفلوك يا ابو عشق طبعا ناخذ بهم جوله في ممشى الضباب حق النماص دايخ ايش فيك يا رجال انا بموت انا عاوز بلا ايش رايك في المنتزه في الممشى ذا يا ابو عشق يا اخي انا بصير مرشد سياحي ايش اسمه مرشد سياحي ارحب يا رجال ارحب الله يبقيك استاذ الترحيب طبعا قبل ما اتكلم عن المصيبه اللي الله يكفينا شرها وممكن انها تجينا في الايام الجايه خصوصا مثلا في شهر رمضان مثال خلونا نتكلم أول شيء عن الشخص. الشخص هو الله أكبر. خلونا نكمل لأن اليوم قاعد أرتب الكلام حتى في الشهور قاعد أفكر في وش ممكن يحصل في الأيام الجاية. والله يرد. جيفري هنتون أو ما يلقب بالأب الروحي للذكاء الاصطناعي. هو ما شاء الله ذكي بزيادة لكنه ممكن إنه يجيب العيد. ليه؟ لأنه بدأ حاجة للذكاء الاصطناعي بعدين بلش. حاول يوقف العالم عنها. وضح وحتى قال في بعض التصريحات أن الذكاء الاصطناعي ممكن أنه يكون أخطر من النووي على البشر والذكاء الاصطناعي هو وثم قال بعد شسمه نحن مقبلون على مستقبل مظلم بعض التصريح اللي تخوفك تقول وش اللي ممكن يحصل بالذكاء الاصطناعي المهم بعد ما قال كلامه انتظر أحد يعطيه فعل الرد يعني ردة الفعل المتوقعة أنه يخاف معه ويوقف في صفه لكن ما حد وقف في صفه حتى الشركة اللي هو كان فيها اللي هي جوجل استقال من شركة جوجل طيب الآن حنا نتساءل وش اللي ممكن يسبب لنا الذكاء الاصطناعي أبعطيكم أحد الأمثلة اللي شفتها أولا بغي شيء بشعر راسي بسم الله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله نعم نعم هذه نبرة صوتي أنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وفاتني المنية في 27 من شهر محرم للعام 1420 هجري وهذا الصوت الذي تسمعونه الآن هو عبر الذكاء الاصطناعي وليس صوتي الحقيقي وهذا المقطع لغرض التنبيه والتحذير لعامة المسلمين ذكرهم وأنثاهم إنسهم وجنهم يرجى الحذر في المستقبل وعدم أخذ الفتاوى إلا من المصادر الموثوقة أو من المواقع الرسمية للعلماء أو الكتب المعروفة أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير ويحمينا من كل شر زي ما شفتوا الحين ما قطع للشيخ بن باز رحمة الله عليه اللي متوفي من عام 1420 يجيك يقول ترى الذكاء الاصطناعي هو صوته نفس الصدى حتى نفس المكان اللي يسجل فيه طيب كيف لو المقطع ده وصل بفتوى مثلا جاك فتوى قال ترى هالشيء حلال ترى هالشيء حرام وانتم عارفين ان في حرب فكرية لن تنقطع فكيف ممكن بعض الفتاوى توظف على
كيف وما الشيء ذا حطوه حلال الشيء ذا حطوه حرام نزله خلى الناس تسمع خلى الناس تختلف يلا مصيبة كذا والله العظيم مصيبة. طبعا الأمر مو واقف على صوت بس. تذكرون قبل كنا نقولها زي الخرافة اللي هو على نوكيا الشيطان ما أدري تذكرونها ولا هذه صورتها الجوال ذا كان يقولون أنت بيصورك الجوال ذا لأن ممكن إنه يركب وجهك على أي شيء يبيه كذا رعب أي واحد مع نوكيا الشيطان ركض الجهة الثانية لا توقف عنده ولا ترد السلام حتى فكانت خرافة وللأسف أصبحت حقيقة الحين ممكن إني أركب وجهك وصوتك على مقطع ثم يلا أنت بعدها أطلع قل مو بنا قل 20 بصدقونك 80 وين قل 80 صدقوك برضو 20 ما راح يصدقونك فلازم ننتبه الربع نتأكد من خصوصا الفتاوى نتأكد من مصدر رسمي بس فقط مصدر رسمي لا نعتمد على مقطع سواء بصوت ابن عثيمين ابن باز لازم ترجع وتشوف لها مصدر لازم ترجع وتتأكد لها مصدر موثق ومعتمد من حكومتنا الرشيدة فننتبه والله يكفينا الشر والله العظيم انه يخوف. أخبط شخبيط طيب لأخبط لخبيط أهلا وسهلا أخبط على من؟ أشخبط على أوجه الفيلم اللي بيشخبط الليل توقعاتك للفيلم أتوقع أنه بيكون فيلم عالمي أتوقع ما تحمسنا الفيلم زي فيلم ده لأنه مدة صح لا تسرع أنا بان حتى لو بغضحك لا أنا بطوفك لأن في ناس الجهة الثانية طيب شوف ها الفيلم هذا أنا متفائل فيه كان يبي نصدم الصبة كمل والله ليتك ها اسلم كذا الرجول مع الكرعان على وجه لمعت في كيس اسلم طيب وش تقول؟ توقعاتك للفيلم لا انت قلت كلمة لا ما قلت كلمة صدق انا سمعت غلط لا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله اني اعطيتك فرصة طيب وش توقعاتك للمرة العاشرة؟ والله تبي ندخل في النخلة صح؟ ايش وضعك انت تحدني يعني؟ ما ابغاك تصدق استنى خلاص ما نبي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما نبي ناخذ راي دنعاوي يا والد انت الحين تبيني اصدم امشي لحالك الله يرضى عليك ها ابو القهر ها تبيني في العمود المهم توقعات للفيلم راح يكون 7/10 ان شاء الله توفيق ما اقدر اصور الله انه يطعن على صفر عمره ما شاء الله تبارك الله صغيره برطم اكبر من برطم احمد احني صح صح بس انه ما شاء الله كبيره كذا تخي صغيره كبيره كنا خشمك دقيقه بلا تضحك ميت تضحك تصور ايش محسن هذا صح لا تكفى يا ساتر رب نزل وصل عشان ما تنحرق السلام عليكم صباح الخير دقيقه تو خلصت الفيلم طبعا توني طالع فيلم جبار جبار والله العظيم أتعب وأنا أوصف يعني يمكن أقول لكم 9.5/10 الكمال لله يا الربع 9.5/10 كيف إن الأحداث سريعة ما في أي حلب ما في أي تمطيط في القصة هو لا سريع سريع يخلص سريع سريع يا أخي فيلم عظيم والله جدا جميل والحين بعد ما خلصت من الفيلم راح اخذ شخص طبعا الفندق ذا ما له الذكرى ما كانت جميله بالنسبه لي هنا فانا بناخذ الشخص وانا بنروح اللي هو صالح معليش انا ايش فيني كنت اشفر للتشويق صرت اشفر كل حياتي ونبي نروح الشخص برضو نبي نروح المشهد صاير اصحى اخر الليل ما تدري هل هو كوالا هل هو كسلان الشجرة ما أدري تعرفونها ولا ليه يصحى آخر الليل اختلفت الأسماء المطروحة لكن كلنا اتفقنا على حاجة واحدة إنه ضعف همه وإرادة نعم ضعيف إرادة ضعيف جدا فلي بنروح وننصح كلنا إن شاء الله إن شاء الله إنه يستقبل ما يكابر بعد فوق إنك ضعيف إرادة وضعيف همه وضعيف ذوق حقت بيتك بس بلانك مشينا مشينا
بأس بذلك يا وجل. والله وزع اليد هات أدفع ها؟ خلاص باخذها باخذها. كان زعلان يوم شليت العربية تدفدفها. أقول أمشي أدخل أنا أعطيكم لا لا العصر هذا شكم قدي شرالي بصاطس وفصل لي ثوب لا أنت أجد شكرا بيض الله وجل أجاني فداك ما معك 500 تقنية شيء ليه؟ هذا ما دام فيالي هاجة خلاص أمشي بالخير خير مع وجهك يا وجهك يعني والله ما عدا طبعا هذا ابو نايف اللي ما حد يجهله معروف ان سمعته لبة تبدأ وتبدأ لبة تبدأ والله يا خلولة عدم جعلنا والله ما نعدمك عازما الله يطول بعمرك على ذا الفيلم اي والله هذا والله من طيبك لانك تصحى بدري جعلنا والله ذاك ضعيف الإرادة ايه ضعيف العزم ايه البرتقالة الله عطني فانت برتقالة بس عشان اشرب ايه اشرب وجهك طيب ابو نايف ايش الحل مع ال ضعيف الإرادة لا ضعيف الإرادة ضعيف الإرادة وضعيف شخصية يعني لا اله الله سم لا اله وش انا عزمك عليه بعد هذا وش عزم عليه عصير طبيعي برتقال كبس بس قول له البرتقالة وتصورها له قول له لا اله يعني ترك فليته واجد يعني. ليه عطنا مجال شوي خلينا نصير كرام مثلك ها خلينا نصير كرام مثلك الله يطول والله ان لا انت بس في نهايه الامر كلنا راح نسوي في البرتقال شيء ما قد تسوي اعصره بمكينه اعصره بيدي ابقس عشان اهم شيء يطلع عصير استخلص اخر قطره وهو يشوف صور لي ابشر الله مستعد بعد لا خلاص كم سعر الموية؟ كم قلنا؟ 8 ريال الو الو طيب شوف 8 عندي و8 عندك هذه 16 ريال 16 ريال نقدر نشتري لنا كرتون موية بنص ريال يكون فيه 24 حبة نشرب لمدة شهر كل يوم ناخذ حبة يعني عشان كذا نبي نقدر نتصدق بها واجر طيب في موضوع راح اتكلم فيه بسنابك تعال عندنا مواضيع السلام يا جميل من قال سالم شف الفقر نوعين حلو فقر يختارك وفقر اختار انت تختار يا سلام عليك الفقر اللي يختارك مثل ايش مثل اللي جاك من ابوك وجدك وهذا اللي هو مثلا انت طلعت على الدنيا ما في اي راس مال معك هذا الفقر اللي وراثه اللي هو اختارك هو مو بنت اللي اخترته يا سلام اي بعيد عن وراثه الفقر اللي انت اختاره كيف هي دارتك الماليه انك كيف انك انت اللي تفكر نفسك تصرف بدون ما تفكر انا وش عندي بكره وش عندي بعده كم المده اللي ممكن يكون فيها دخل ثاني مثل راتب يعني هل الراتب بعد 20 يوم ومعي 200 ريال انا كيف اقسم ال 200 ريال على 20 حلو السلام عليكم هنا انت تتجنب فاحنا الحين قاعدين نختار فقر بيدينا ما عندنا اداره ماليه المهم يا طول العمر في واحد مثلا الحين بيقول لك 8 ريال ترى راس ماله لا ما يهتم للريال ما راح يهتم للألف أنا الحين دفعت 8 ريال نقول مثلا مثال في صرفتي 100 ريال أنا دفعت 10% من رأس المال معي يعني لو معك مليون كأنك صرفت 100 ألف وهذا شيء غلط يا سلام عليك لازم تبدأ تحط لك إدارة مالية المبلغ اللي معك لازم تقسمه على أيامك وش اللي تحتاجه والشيء الضروري وش الشيء اللي ما تحتاجه تقدر تكنسل يعني زي تخيل معي مليون وتعشيت ب 28 ألف ولا 60 ألف 80 ألف يلا صح؟ لا إيه؟ شوف أنت معك مليون ها تعشيت ب600 ألف نفس إذا معك 100 ريال تعشيت ب60 صح هي نفسها هذه لازم تنتبهون زي يعني زي عندنا واحد بقرة أحمد حنيف يا سلام عليك يا سلام عليك هذا أكبر مثال هذا ومع ضعيف الشخصية والإرادة احنا الحمد لله ان المراعي للان ما اكتشفت الشخص ذا وتبنت انه موجود معنا الحين فتدري انه لو خذوه معجزه هذاك بقرب برطماس عنوني اوه وبدون حليب توزوز لك تزعج شكرا يا استاذ جميل على هذه المعلومه اللي المثريه والمفيده لي وللمشاهدين والمتابعين اشكرك كثير الشكر الله يطول عمرك صراحة أنت شخصية عظيمة الله شخصية شكرا لك وأتشرف أني ظهرت في كاميرا محمد آل دنعة الإعلامي الفذ
الله منين جت لي؟ منين جت لي؟ والله اكبر. تونا خلصنا فيلم جميل. الباب حتى عيفك. ما يبينا نطلع. اجين اجين اجين. من وين من وين؟ هناك. لا تسأل عن اقسم بالله انه فيلم جبار اسطوري. كم تقييمك؟ 9.5 من 10. يا ابوي العشرة. لا شوف جات لقطة واحدة حسيت اني كذا طلع لك شر خانة. لقطة واحدة بس عشان كذا قلت 9.5. بس هذا لو يجيب نايف حمدان الله اكبر. ما يحتاج نوجه سؤال. خلاص المبروك. طيب نبغى النابة تند الحين شاطر. السلام عليكم، صباحكم الله بالخير، وش حالكم؟ عساكم طيبين. والله لا تقولون يا اخوان صحيت من النوم تعبان مسكم. حلقي يلا يلا ابلع، جعلت لها حبة سلبادين ونقول يا رب. وطالع الحين انا اخفيكم، انا متحمس جدا لليوم، خصوصا يوم الاحد هذا. وديكم مكان، هذا المكان ما يصير فيه شيء هذا الا يوم الاحد، يعني كل يوم احد. فبوريك عجائب وغرائب. لا خليك معي. عندهم هنا كافي نفس دانكن عندنا في كل مكان تلقاه، اسمه بريت امانيجر. هذا ادمنته فتره. ف دانكن بعيد علينا، بناخذ من هنا قهوه، نتوكل على الله على اللوكيشن المنتظر. هايد بارك تبعد منا 11 دقيقة مشي. المهم انه قمنا نمشي، فجأة مرينا من هذا المكان، شارع مكان يا اخي اسطوري. كيف تمشي تحت الاشجار؟ بريك تكي كذا نريح الظل، بعدين بنرجع لهم. الاقيام حامية والله، والله الاقيام دائما المتصرين معروفين، يعني يجون يحارشون المطوع الشيخ الكفو 9 ويفوز عليهم. والله متعة، قيام متعة، دائما سكتوا. تشوف عجائب وغرائب، والله تقول الحمد لله اني مسلم والحمد لله معي عقل. الحمد لله ايش؟ اني مزكي براسي. مع شايب بريطاني يقول انا اجي هنا لي 40 سنة. يقول اول مرة اشوفكم، قلت يا اساس سنترين. المهم قلت ايوه، بس ابغى اعرف وش قصة سبيكر كورنر هذه اللي قاعدين نشوفها، الناس تجي تعبر. قال هذه يا طويل العمر السلامة، كذا قال يا طويل العمر السلامة. كل احد كان هنا في 3 أشجار يشنقون عليها الحرامية، الحرامي ولا اللي عندها مصيبة ولا شيء يشنقونه لين يموت. يجون كل احد يتفرجون. جاء يوم احد مرة ووقفوا، ما عاد في شنق. قاموا يسألون، هم يبغون يرجعوا البيوت. يقول قاموا يسألون بعض ويسولفون مع بعض، ايش صار وايش ما صار، ليش وقفوا ما ادري ايش. قام كل واحد يتكلم ويسولف ويعبر وما ادري ايش، وذاك يعبر وذاك يعبر وذاك يعبر. فاعتمدت الحكومه البريطانيه ان هذا يكون سبيكر كورنر كل احد بدال الشنق. يجون هنا وكل يتكلم على مزاج، فاعتمدوا خلاص صار سبيكر كورنر كل احد من قبل يمكن 200 سنه او 300 سنه ويكي بس. حلو الله، حلو. من سلقة ذلك الوابة يكتشف upon a path of knowledge. يلتسم يلتسم فيها العلم. والوابة يكتشف path of knowledge. قررنا انا والشباب نهرول، قررنا نشتري نظاره. مو رياضه ترى، والله لازم نظاره، لازم نشتري هذه كلها. لا ما في كف. اسمع شوف الناس هرول بنهرول. يلا طه اي طه اي طه اي طه اي الله. لا مو جيت انا العب كوره مع ذولي. هي نلعب كوره مع ذولي. بالله هي تكفى. هي ينفع حطبهم. واه
انك يا الله اجل عمرك. لا والله مرحبا لنا. يلا حيهم. كيف حالك؟ طبعا هذه على حسب علمي هذه محميه من الملكه اليزابيث يوم كانت حيه والحين من الملك. هذه حمايتها الملك، ما حد يلمسها ولا حد يشوتها ولا حد يصيدها ولا شيء، بس تجي تتفرج تاكلها اذا تبغى تاكلها وتمشي. هذه شوفوا اني المس. اوه صح محميه، معلش اسف اسف والله اني اسف والله ما اعودها. يلا يلا شطة شطة ابعدي. ها داني شبينهم. تعالوا 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 انت معاها. خلاص خلاص بعطيه سنتي. تبغين؟ ها وراس 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 وراس. اسف 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 والله لا عوض بس. ها يا ناس انا في نعمه عظيمه، نعمه محبه الناس. يعني يجيك شخص كبير يعني عمره تقريبا 30 الى 40 كبير يعني، يقول والله اني كنت اتابعك في بدايه، اني كنت اشجعك ونحن نحبك واستمر، وما مداك تخرج من برنامج جيت عرفت انه يتابعك. الله يجعلني بداك، والله يجعلني عند حسن ظنك. هذا الشعور يعني حمل علي يشهد الله. الشيء الثاني، قابلت أب لشخص كان معنا في البرنامج هنا صدفة. كيف حالك يا أحمد؟ قلت الله يسلمك. قال ما عرفتني، وأشبه 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 وتجلس. جلس معنا يمكن نص ساعة أو ساعة، والله إنها من أمتع الساعات اللي في لندن. ساعة عظيمة، يملك من المعلومات، يملك من التاريخ، يملك من الأدب، يملك من الضرابة. شخص أسطورة، من تتوقعون هذا الشخص؟ بعطيكم 20 دقيقة تفكرون. يلا مستحيل مستحيل، كلكم جاوبتوا صح. مش ذي أنا سهلتها مرة ولا أنتوا أذكياء كلكم؟ في واحد صدمي قال أبوك. يا الله قابلت ابو محمد دايرم، الله يجعلني فداء، شخص لطيف فخم جدا. شوف الصوره. يلا 1 2 3 اكشن. شوف باك باك. طيب ورنا وهي تطلع. الله ما شاء الله. يا لسخريه القدر. عوايد يا ابو محمد، حيوا ذا البنايد. هديه منه. هديه يا رجال، باقي لك ربع عنده وخذت البسكوت ذا بتسكتني فيه، لكن الله يعطيك العافيه بيضك يا ابو محمد، ما قصرت يعني. شعره من شعره من جلد الخنزير فايده. الله يسعدك يا الربع. كل واحد وله طقوسه في الخط. في ناس تحب تسمع شيلات اغاني، في ناس لا بدون شيء، في ناس تستكن مع الخط، في ناس تحب تسولف واجد مع الخط، ناس تحب تسولف 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 واجد كذا، إذنك تتعب. فيعني وش الأفضل أنتم؟ وش تشوفون الأفضل في الخط؟ إنك مثلاً تستكن تشمع لك شيء، وإذا ما تبي تشمع عادي يعني، المفروض ما تشمع يعني. تشمون خذ راحتك. يا الربع كل واحد وله طقوس. هذا ما يستحي على وجه خالق. تبون الصراحة، كنت أشك، كنت أشك إنكم شماتين، لكن تأكدت بعد إذا أخوي قحطاني عادي عادي تصير عادي. المهم وانتو قحطين الظفر والمن.
والخدرة الشاهية وإلى من خدرة يا أبو. يعني تحسبوني نمت؟ لا. تحسبوني وصلت؟ لا. باقي في الخط؟ إيه. يعني تخيلوا من المغرب للحين، لكن خلاص إن شاء الله أنها هانت، بعد باقي شيء، فخلوكم قريب. هاي هذا العيون اللي يسهرون الليول سامرون النجوم. تقريبا لي الحين هنا حوالي ربع ساعة أنا أمغطه، أنا ألطمه. أرحب أرحب يا أبو جابر، يا مرحب يا مرحب المترجع. يلا يلا طبق الشاي. يا مرحب وبنسلة. يلا حيا شعلومك. يلا حيه. عاش من شافك. عاش والله من شافك. يا ولد مواعيدك مضبوط. يلا خلوكم معنا، خلوكم قريب لحد يروح بعيد. اخرخ بدنا عواصم. انجليزك يجلي بغيت. يا مرحبا. الله يبقي. يلا. طبعا الحين وين متوجهين حنا يا ابو جابر؟ متوجهين ان شاء الله المكان انذقه. مكان انه يعجبكم. مكان انذقه. خلوكم قريب. مرحبا ومسهلا. وكذا ربع ساعة حوالي نص ساعة خلكم حولنا في جلسة بتذكركم مرمر زماني. طبعا جالسين في السيارة كل واحد عطني بسكوت، عطني علك، عطني ماني بجايب، ماني أنا كذا مزاجي. جالسين في السيارة كل سم وجابر سم توقع له وجابر خذ هديتك. هذه هديه. هذا محمد هديك. يلا يعطيكم العافيه. لنا تقريبا نص ساعه نشيل ونحط، اخرتها ناسي المويه. قلنا ما عليه، جينا هنا طلع ناسي البيالات. انا شو اسوي لك علمني، بس انت همني الحين. حنا ليش وصلنا للمرحله هذه؟ يلا 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 روح روح روح. يلا الربع اللي يعرف فريق انقاذ ولا شيء، هذا مكاننا. اذا اختفينا تعالوا دورونا هنا. انا بمشي معهم ونشوف اخرتها. احنا نشوف اخرتها وش، احنا بنشوف اخرتها وش اخرتها. احنا عندنا متلازمه مع الشاي، من عشاق الشاي. وراسنا ما لها كيف، هلال انقطع. اي والله حكايتك ابو جابر ومع مع قناد ومع العزبه. لا يا الشاي، هو يحب الشاي يا اخواني. ودي اكتب فيه قصيده، بجست القى الوصف اللي يوصف حلاوه منظره. يا زوز باقي نحط البراد، باقي نحط البراد، البراد البراد. يحفظكم.